8-9 دقائق على في محل راديو هذه العبيله تجيكم انت حتى للتسعة متاع الليل. مساء الخيرات للناس اللي تسمع فينا في كرهبة، مساء الانوار للناس اللي تبع فينا على الفاج فيسبوك راديو اف ام ولا على الشين اي اف ام تي في على اليوتيوب. حلقة الاثنين 17 جانفي 2022، حلقة الربح 2-1 اتوال 600 اتوال 1 دياز مع اتصالات تونس. معنا حد يروح متغشش، ان شاء الله اسمك يخرج في القرعة الاولى تكون انت الفائز معنا ب 600 دينار كاش، ان شاء الله اسمك زاد يخرج في القرعة الثانية تكون انت الفائز على ديجيتال 600 دينار كاش، ان شاء الله تكون سعيد الحظ قياريو قيمتها 50000 دينار من اهداء اتصالات تونس. حلقة اليوم حلقة الفانجانس للمرة الثانية، حلقة الثأر 3-0. لا 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 لا، زوج 2-1 بالحق ونخرج 3-0. تحدي يقول لك حاجة يا ولد. فرحان برشا اللي معايا اليوم القيدومة رحمة الزغلي من نهدي. عسلامة رحمة. عسلامة وليد. قول لي حاجة. عسلامة ريش نحبها راني. حطينا نحبك رحمة والله. حتى ربحتها هبا خاطر بحتها والله. لا والله لا خاطر محليها هكا تغيرونا تغيرونا. شوف شوف الزغرونة اليوم شو تعمل معك. فرحان برشا اريش حاملوني المرة الثانية على التوالي ضد رحمة 2-1. شو حوالك؟ لاباس الحمد لله عايش. حاضرة مدام في فورمة. وي وي 2-1 مطالبة اليوم برد الاعتبار باهي كيما عملت تونس. اي 3-0 زعما. يلا تنطلق المباراة، تنطلق الروندة. لا لا هي لازم تربح 3-0 يعملوا لي 4-4 تونس موريتانيا. نلعب على 3 شنو نعمل زيدكم بونت روندة. تنطلق المباراة، تنطلق الروندة الأولى باش نمشيو للجديدة. 28 سنة عامل يومي عبد الملك الرياحي. شاويك عبد الملك؟ مرحبا 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 مرحبا. لاباس يا عبد الملك؟ الحمد لله. صحة بخير الحمد لله. حاضر للمباراة ان شاء الله. رحمة الزغلمي راه ماك تعرف التعليمات التليفون الا واحد. نعرف صح نحك تليفونه. اخويا عبد الملك راه مهبليني مهبليني بهالتليفون هذايا. انا ما خدمتش حل اني موسع ولا موسع. ليه حطيت اتوال 601 ديز للناس اللي سامحني. رحمه تفدلك انت. يلا عبد الملك ما تعلقش التليفون باش نمشيو للمونستير. 34 سنه موظف في شركه اعلاميه. مبروك المبروك. شحوالك يا سي المبروك؟ مبروك مبروك. انت مبروك والمبروك وان شاء الله تاكل مبروك اليوم. توكل توكل مبروك. ها اسمه لقب ومازال الربح تاعو. ربي شكون سميك امك ولا ابوك مبروك؟ جدتي. الله يرحمها. ربي يفضل لك. يا مبروك. حاضر ان شاء الله. عبد الملك مبروك. باش نعطيكم سؤال سؤال 10 ثواني 10 ثواني اللي باش يعطيني 3 اجوبه صحيحه في اقل توقيت عنده حريه الاختيار يلعب مع رحمه والا مع اريج. نبدأ بك انت يا عبد الملك. 10 ثواني. سؤال يقول سميلي 3 رياضات ما عندكش فيهم الحق تمس الكرة بساقك. كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة. كرة السلة ولكن كرة الطائرة عندك الحق في بالي. في بالي هكذا في بالي عندك الحق كرة الطائرة. ها في بالي كرة الطائرة نورمال مودة. نورمال مون. يلا نعتبرهم 3 اجوبه صحيحه. برافو. في قديه في 3 ثواني. برافو عبد الملك. برافو. اي مبروك. وي اي مبروك. تحدي صعب شويه. 10 ثواني عبد الملك جاوب في 3 ثواني. مطالب تجاوب في اقل من 3 ثواني. 3 اجوبه صحيحه. السؤال يقول سميلي 3 بنات يبداو بحرف الهاء. هلا هويام هبه. يا بابا يا بابا في علقاهم هبه. هلا هويام هبه. في قديه في 4 ثواني. عبد الملك عبد الملك في 3. مبروك ثانيه فرقه هو وعبد الملك. يلا عبد الملك مع شكون تحب تلعب، رحمه ام اريج؟ نختاروا رحمه. رحمه مرحبا. مبروك مع اريج. مرحبا سي مبروك وبيك عايشك. يلا تنطلق المباراة، تنطلق الروند. سؤال الأولوية يهم البنات اللي موجودين في الاستوديو فقط. عبد الملك مبروك تقعدوا تسمعوا فقط. البنات يديكم على البزر. السؤال يقول تعرفوا القوانين
اللي تخزر للروتور صحيت تتحمل مسؤوليتها. السؤال يقول شنو نوع الموسيقى اللي كان يلحنها بيتهوفن؟ لا سامفوني. سامفونية، جواب صحيح. رحمة تتقدم. رحمة تتقدم. اختيرة رحمة. اختيرة على الاخر. اختيرة. لازم اليوم نجيبوا لها زوز. يلا عبد المالك. يا عبد المالك. 30 ثانية يا عبد المالك، 30 ثانية تتشاور فيهم أنت ورحمة تعطيني جواب نهائي قبل ما يوفى التوقيت. حاضر؟ حاضر. السؤال يقول شنو الحاجوجة الصفاقسية اللي يحتفلوا بها بين الليالي السود والليالي البيض؟ الاقتراحات: ليلة حجوا فيها برشا صفاقسية، الحجاية يعني خرافات الجدة، وإلا ذكرى انتصار صفاقسية على النورمان. عبد المالك. شنو رأيك؟ والله يظهر لي الخرافة. أنا نقول الحاجوجة. برا نقول الخرافة الجدة. خرافات الجدة. الأخرى شنو هي؟ ذكرى. ذكرى انتصار الصفاقسية على النورمان. على النورمان. بون قولوا خرافات الجدة. انت توقيت خذينا خرافات الجدة. موافقها انت يا عبد المالك؟ موافق. شنو هي الحاجوجة الصفاقسية اللي يحتفلوا بها بين الليالي السود والليالي البيض؟ هي ماهيش ليلة حجوا فيها برشا صفاقسية، وللأسف ماهيش الحجية يعني خرافات الجدة، هي ذكرى انتصار صفاقسية على النورمان. أول مرة حطينا. أنا عندي صحابي ليلة سبع فصول. أنا عندي صحابي صفاقسية أما عمري ما سمعتهم يحكيوا عليها. ميسالش، أنا تعلمنا حاجة. معلومة. اللي مجعولة والبرنامج ناخذوا معلومة أما جوست يزلنا الدات نعرفوها بشنو اللي نحتفلوا. طن نشوفوا لك الدات ونعطيوك الذكرى. الوقت لنا فانا سيزون 14 جانفي الذكرى نتاعها. به مازلنا صفر من النقاط. سؤال الأولوية مرة أخرى لبنات يديكم على البزر. سؤال يقول قصر زامور موجود في أي ولاية؟ مدنين. مدنين، جواب صحيح. رحمة. يلا رحمة. عبد المالك مرة أخرى. جيت شو قولك سبيت لبن بعد فكرت. يلا عبد المالك 30 ثانية مرة أخرى، فرصة أخرى باش سجل هدف. السؤال يقول أنا هي البلاد اللي تسميت على اسم امرأة من بين الاقتراحات: فيلادلفيا وإلا سانت لوسي وإلا مارتينيك. عبد المالك. نعم. عندك فكرة على الحكاية هذه ولا ليه؟ لا لا. أنا هي البلاد اللي تسميت على اسم مرأة. أنا نقول سانت لوسي. وراني قلتي. يظهر لي في الموجودة في الكاريب. موافقة عبد المالك؟ كان صدقني ربك موجودة في الكاريب. باش تبعها مرة أخرى. سانت لوسي. سانت لوسي. عبد المالك اختار انه يعاود يتبعك مرة أخرى. المرة الأولى في الكاريب نورمال. يا رحمة المرة الأولى خسرت نقطة. تبعك الحق الفكرة نتاع صفاقس وخسرت نقطة. أما سانت لوسي عندي عليها الفكرة. يا عبد المالك هل كل مرة تسلم الجرة يا عبد المالك؟ هلا غال ما أعرفوش أنا السؤال. ما تعرفوش أنت السؤال، ولكن رحمة المرة ذي أبدعت. جواب صحيح. برافو. نقطة. سانت لوسي في الكاريب. المرة هذه يعني تبعتها. برافو، أعطتك بالضبط. بالضبط. به نقطة لعبد الملك. ما زلنا صفر من النقاط المبروك. أريج شنو نعملوا لك؟ نعطيك متابعة. أنا جاوي به هي تبارك الله تفوتني راه. معناها مش الخلل فيا أنا. مركزة مع الميتيو. صحيح. تحولت. يلا رحمة أريج. سؤال الأولوية مرة أخرى. السؤال يقول شنو الحاجة اللي تتسمى المستطيل الأخضر؟ أرحمها. شومي التيران تاع الكورة اللي نكوروا فيه اللي هو الستاد
ملعب الكرة شو اسمه شو؟ ملعب كرة. ملعب كرة القدم. صحيح. والمستطيل الأزرق. والله ما نعرف. مبروك. مبروك الفرصة جت لعبد الملك. ها؟ كان سجل هدف ثاني باش يكون هو الفائز ب600 دينار وانت عندك كادو نتاعك يا مبروك ما تعلقش التليفون وقعد معانا كان مجهوب صحيح مازالت المباراة متواصلة رحمة عبد الملك 30 ثانية عبد الملك يفصلوك على ال600 دينار سؤال يقول شكون القائد اللي كانوا في روما يخوفوا به الصغار باش يرقدوا الاقتراحات نابليون بونابارت هتلر ولا حنبال سهلة عددية عبد الملك متاعنا عددية متاعنا بيكون فخ اي متاعنا حنبال قاهر الرومان حنبال 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 يلا العب يلا انيبال جواب نهائي حنبال عبد الملك جواب نهائي جواب نهائي واحنا صغار كانوا يخافونا بالغول والعبيثة وبوشكارة بوشكارة وهما حنا بعل يا ولد ريت ريت الدنيا حتى هو على الأقل حاجة به يخافوا منها أما زعما حنا بعل حنا بعل حنا بعل قاهر الرومان يا ولد شكون القائد اللي كانوا في روما يخافوا به الصغار باش يرقدوا بين نابليون بونابارت سامحني هتلر موجود وقت وحنا بعل رحمة وعبد الملك اختاروا حنبال حنبال الذي لقب بكابوس روما جواب صحيح حنبال مبروك عليك عبد الملك 600 دينار كاش من هدية اتصال تونس مبروك عليك يا عبد الملك ما حسيت ما فرحتش برش شبيك عبد الملك مش مصدق عزيل مش مصدق مبروك عليك عبد الملك اي على شكون تحب تصدق على شكون تحب تسلم على شكون تحب تسلم عبد الملك اي نسلم على اللي يسمعوا فينا وعلى العائلة وعلى الناس الكل واحنا نسلم عليك برشا مبروك عليك 600 دينار مبروك كاش مبروك 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 المبروك خويا الله غالب هذاك قانون اللعبة اليوم رحمة كانت أسرع من أريج بسرعة الصاروخ البرق مبروك عليك يا مبروك زادة بوندا شاخيم 200 دينار مبروك من هدية اتصال تونس مبروك عليك مبروك يا مبروك مبروك أي على شكون تحب تسلم الله يسلم على أختي وأمي يا مبحلي أي ربي فضلهم لك عايشك سلم على عليكم الكل عايشك وان شاء الله مربوحه المنتخب هالخميس ان شاء الله مربوحه للمنتخب وان شاء الله اسمك يخرج في قرعه السياره كياريو قيمتها 50000 دينار اتوال 600 اتوال 1 دياز ترتيحه صغيره مع البيوب راجعين ثمانية واربع وعشرين دقيقة علي في محل الراديو مازال واصلين معكم حتى للتسعة متاع الليل اثنين الربح واحدة هي توال 600 توال واحد دياز مع اتصال تونس معنا حد يروح متغشش باش نمشي مباشرة للمهدية 40 سنة علي عثمان شعرك زدالي مرحبا سيدي علي حسنا زدالي شو احوالك الحمد لله مرحبا بكم حاضر للمباراة يا زدالي حاضر علتك ماكل الشاباتي أهم حاجة يلا زدالي حذر لي روحك ما تعلقش التليفون باش نمشيو للمحمدية 40 سنة تخدم في معمل وتحب الخياطة ضحى عيادي شعبك مدام ضحى مرحبا عسلامة مرحبا عايشك صفا في فورما الحمد لله صحة بخير الحمد لله في فورما إن شاء الله خدمة ماشية أمورة واضحة صفا شوي الحمد لله الحمد لله يلا زدالي مدام ضحى باش نعطيكم سؤال 10 ثواني 10 ثواني اللي باش يعطيني ثلاثه اجوبه صحيحه ثلاثه اجوبه صحيحه في اقل توقيت عنده حريه الاختيار يلعب مع اريج والا مع رحمه نبداو ليديز فيرست كالعاده يلا ضحى حاضره حاضره 10 ثواني السؤال يقول سمي لي ثلاثه وظائف في الصحه بخلاف الطبيب فرمي مبنج وفوديجار بالضبط ثلاثة أجوبة صحيحة
في 6 ثواني. برافو يا ضحى. يا زدالي وي 10 ثواني يا زدالي. السؤال يقول بخلاف التليفون سمي لي 3 وسائل اتصال. 3 وسائل اتصال بخلاف التليفون. اي فيسا جواب. اي البوستة. اي الله محمد رسول الله. انتهى التوقيت يا سيد علي. زوز أجوبة صحيحة في 10 ثواني سيد علي. ضحى أقل توقيت. دونك ضحى لك الحرية. مع شكون تحب تلعب؟ مع رحمة ولا مع إريج؟ مع رحمة. مع رحمة. سيد علي مع إريج. مرحبا. رحب مدام بالمتبارية نتاعك. اختاروا فيك عبارة كريستيانو. رحمة وليت عبارة كريستيانو في ال نستنى فيك باش تكمل باش نرحب بيها بالكدا. رحمة احساس تو نتاع رونالدينو في طمكو مطلوب من جمعيات الكل. وانا والله يدلل باش نبدا ندلل. عندك حق عندك حق. انا 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 نعطيك الحق الحقيقة. سرعة في البزار ثقافة. عندها حق عندها حق. به زدالي مدام ضحى تقعدوا تسمعوا فقط. سؤال الأولوية لبنات يديكم على البزر. سؤال يهم البنات اللي موجودين في الاستوديو فقط. سؤال يقول شنو مكتوب على العلم العراقي؟ الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. على من طغى وتجبر. برافو برافو إريج. برافو يعطيك الصحة. دونك إريج مع زدالي. آه زدالي 30 ثانية زدالي. سؤال هذا على نقطة تتشاور انت وإريج. تعطيني الجواب النهائي قبل ما يفوت التوقيت. السؤال يقول انا هو الوزير التونسي اللي اقر مجانية التعليم. الاقتراحات الباجي قاعد سبسي محمود المسعدي وإلا عمار مريشكو. سيد علي تعرف شكون الوزير التونسي اللي اقر مجانية التعليم؟ الاخرين عمار مريشكو محمود المسعدي ولا البيجي قايد السبسي. انا نتصور محمود المسعدي. انت شنو تقول؟ تبعني بيه. قولوا محمود المسعدي. محمود المسعدي من هو الوزير التونسي الذي اقر مجانية التعليم بين باجي قائد السبسي محمود المسعدي عمار مريشكو؟ عمار مريشكو كان لاعب سابق. محمود المسعدي شد وزارة الثقافة وزارة التربية وترأس مجلس النواب في فترة حكم الزعيم الحبيب بورقيبة. جواب صحيح. مؤلف من أحسن معناه من أكبر المؤلفين. أكبر المؤلفين محمود المسعدي. برافو. نقطة. الحمد لله. الحمد لله يا رب. وأخيرا أمطرت السماء. قراءة في السغبان اللغة العربية. انت في بالك اللي جبت نقطه في الليل هو دي باسيتو ليفينمون هذاك جورناليست. جورناليست تعرف دي باسيتو ليفينمون هذاك حتى عزة فرحانه هاي حتى تحكي على محمود المسعدي. طفلة جابت نقطة راي نقطة راي. شنو مستانسة وليد غير الجمعة اللي فاتت راه بتعمل هكا قش علي عمري ما ربحت. أنا خايف لتولي لك عقدة مع رحمة. لا ما عنديش عقدة. خايف خايف. لا 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 يلا نقطة لإريج وزدالي. صفر من النقاط الضحى ورحمة. سؤال الأولوية مرة أخرى لبنتي ديك مع البزار. السؤال يقول أنا هي الولاية التونسية اللي ما عندهاش بحر من بين قبلي باجا ومدنين. قبلي. قبلي جواب صحيح. باجا فيها بحر. أي ومدنين فيها بحر. أي بالحق بالحق مدنين فيها بحر. بالحق ولي بيسي. سامحني جربة تتبع وليت شنو يا ودي بدلك معاك تشكك فينا تو خذيت استراتيجي نتاعك. انا حاسسها قاعده درفش تعمل فما تكتيكه تعمل فيها مش هكيك مش من لا شيء. يلا زدالي مره اخرى. اريج موه على موه كما يقولك يموه سجل. يلا 30 ثانيه في سلوك زدالي على ال 600 دينار. السؤال يقول شنو الحكم على المجرم من الطبقة النبيلة في منطقة ساكسونيا؟ ساكسونيسيا. اسمع صعب من الباك. صعيب. ساكسونيسيا الألمانية في القرون الوسطى. الاقتراحات
يتجلد وسط المدينة يجيبوه في الشمس ويقصوا رقبة الظل متاعو وإلا يقصوا له رأسه. سيد علي تعرف شنو هو الحكم؟ لا ما نعرفش. أنا نقول يجيبوه في الشمس ويقصوا رقبة الظل متاعو هكا على خطر من الطبقة النبيلة، ما نصوروش كانوا يحكموا عليهم معنا. تبعني نتبعك في الجواب، ما عندي حتى فكرة عليه. العب يلا. جوابك النهائي يا زدالي باش تبعها. ما عندي حتى فكرة. شنو الحكم على المجرم من الطبقة النبيلة في منطقة ساكسون نيسيا؟ هذيك هي في ألمانيا. ساكسون القرون القرون الوسطى. تعرف المنطقة ذي؟ لا وخي ما مشيت لها ما نعرفهاش الحق. ساكسونيسيا. صح عليك يا زلمة، والله صح عليك. تلمو فيه سيلين أنا ما. ساكسونيسيا. الألمانية في القرون الوسطى اخترتوا الحكم اللي يجيبوه في الشمس ويقصوا له رقبة الظل متاعه. خاطر ما تصورش يعاقبوا جماعة الطبقة النبيلة. النبيلة لي زاريستوكرات. اكزاكتومون. سورتو في القرون الوسطى معناها. ديما الشعب الارستقراطي زعما. الشعب الفقير يعاني. الشعب الكريم يقصوا له راسه بالحق مادام. بيان سور يحطوا عليه بالسيف. في المنطقة هذيا وفي ال وبالنسبة للطبقة النبيلة سيفري يجيبوه في الشمس ويقصوا له رقبة الظل امتعوا. جواب صحيح. فوالا. انا ماش ما بعد يتوجع يقول اي لازم ليه هكا ليك متاع. مبروك عليك ازدالي 600 دينار كاش من هدية اتصالات تونس. مبروك عليك. مبروك عليك. تسمعني خويا وليد؟ قل لي. لقد انتصرت هذا اليوم على رحمة. أيوة. في هذه الروندة. صوتو كي سي قيس سعيد. يحب التقليد. وإني لا أخاف إلا الله. أيوة. أن أقول لك شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم. برافو برافو يا زدالي. اسمع موهبة ولا جاب سيد رئيس. والله سي قيس سعيد. رد بالك عندنا مروان بوزين هنا في نوفيل جينيراسيون يقلد الرئيس زاد. يقلد رئيس الجمهورية. نسمعهم كل ليلة. اي اسمع. ويعطيكم الصحة ان شاء الله. ومرسي عيشك. عفوا عيشك. ان شاء الله تلقى فرصتك يا زدالي. باهي راهو مجال التقليد. باهي التقليد. وي ان شاء الله تكون البدايه نتاعك من هنا تبدا من العب يلا. مبروك عليك زدالي 600 دينار كاش من هدية اتصالات تونس. مدام دوحة الله غالب. الريمونتادا جات معاك انت مدام دوحة. الله غالب. هذاك قانون اللعبه. ولكن عندك كادو نتاعك بوندا قيمته 100 دينار من هدية اتصالات تونس. مبروك. مبروك عليك يا دوحة. مبروك. هاي على شكون تحب تسلم دوحة؟ هاي نسلم على دارنا وعلى راجلي وعلى صحابي الكل. اي واحنا نسلموا عليك برشا ونسلموا عليه برشا. مبروك عليك يا ضحى. بوندا قيمته 100 دينار من هدية اتصالات تونس. اتوال 600 اتوال 1 دياز. ان شاء الله اسمك يخرج في القرعه وتكون انت سعيد الحظ والفائز بالكياريو قيمتها 50,000 دينار. معلومه صغيره للقرعه قريبه 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 ما تنجمش تصور. بلا جو. يلا ترتاحوا مع الموسيقى. مازلنا واصلين معكم للتسعة متاع الليل. ثمانية 46 دقيقة على اي اف ام احلى راديو. مازلنا واصلين معكم في ربع ساعة الأخير من نلعب يلا. اثنين تربح واحدة هي اتوال 600 اتوال 1 دياز مع اتصالات تونس. ديما الفرحة موجودة. كياريو قيمتها 50,000 دينار تستنى فيكم. باش نمشيو للولاية صفاقس. يونس العوادني ان شاء الله قريت لقب صحيح. شحالك يونس؟ مرحبا. عسلامة يونس. مرحبا يونس. قريت لقب صحيح ولا العوادني؟ صحيح. العوادني الجواب نتاعي صحيح. حاضر يونس. ان شاء الله في فورما. زوز بنيات يونس ربي فضلهم لك. ربي فضلهم لك. شو اسمهم البنيات؟ جود وجوليا. اي اسامي اسامي فنيه. جوليا اسامي فنيه. تريبيا. يلا حضر لي روحك يا يونس. ما تعلقش التليفون باش نمشيو لقلعه الاندلس. 26 سنه
قري دروس تدارك ومخطوبة ومغرومة خلك بالسبور. سلمى بالحاج حوالك سلمى. مرحبا. الحمد لله لازم نسلك عليك. سلمى سلمى. سلمى صوتها متاع زهيز هكا. غاطسة. زهيز زهيز قاعدة تزهز. ها؟ ولا مازال؟ نص نص. نص نص. إن شاء الله ربي يسهل لك يا سلمى. يلا حذر لي روحك سلمى يونس باش نعطيكم سؤال سؤال 10 ثواني 10 ثواني اللي باش يعطيني ثلاثة أجوبة صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يلعب مع ريج وإلا مع رحمة. نبدأ ليديز فيرست. ليديز فيرست. يلا سلمى. نعم. يا سلمى حذر لي روحك 10 ثواني يا سلمى ركز. السؤال يقول سمي ثلاثة بلدان عندهم الأسلحة النووية. الأسلحة النووية. سهلين. أمريكا. هاي. اليابان. هاي. سهلين. ما عندي فكرة. اليابان. روسيا فرنسا. روسيا. روسيا روسيا. نسيتهم الكل. الصين. نسيتهم. نسيتهم الكل. به. أجوست أكدوا لي من معلومة اليابان أكهو باش نعرفوا ناخذوا زوز أجوبة صحيحة لطن اللي نشوف مع يونس. يلا يونس حاضر. حاضر. حاضر يونس. 10 ثواني يونس. السؤال يقول سمي ثلاثة فنانين توانسة غنيوا في مهرجان كارتاج. لطيفة صابر الرباعي ومينة فيها. لطيفة صابر رباعي أمينة فاخت ثلاثة أجوبة صحيحة في ثلاثة ثواني. وسلمى سلمى زوز أجوبة صحيحة دونك أوتوماتيكمون. يونس لك حرية الاختيار تلعب مع رحمة نهدي الزغلامي وإلا مع إريج حمروني. يلا مدام رحمة. مع مدام رحمة. يونس سلمى مع إريج. مرحبا سلمى. براس مسؤولية. المرأة مخطوبة. أيوة على اسم صاحبتي زيدة. صحيت مرأة مخطوبة على باب عرس. تحمل مسؤولية. رام 600 ألف عام. زيدوا برشا. صحيت دبر راس كريش. يلا ننطلق الروندة الثالثة المباراة على أشدها بين تعادل وبين إريج. سؤال الأولوية مرة أخرى. رحمة تغزر لي هنا. ولا هوني. صحيت. رحمة إريج سلمى يونس تقعدوا تسمعوا فقط. سؤال الأولوية. سؤال يقول شكون سجل الهدفين الثاني والثالث في ماتش تونس وموريتانيا وماكش باش تاخذ الجواب ما جاوب ميسيتش. وهبي الخزري. وهبي الخزري ولكن انزلت على البزر قبل ما نكمل السؤال اوتوماتيكمون. الا رحمة ريت كيفاه. عادل عادل ولا مش عادل. عادل. عادل وصعيد. عينك انت قلت ماتش ما كملش البلدين. صحيح. وهي نزلت على البزار تحمل مسؤوليتها. تحمست. تحمست. تحمست من المسؤولية اللي حطها. مش تحمست. الا انتسيبي شوية سوير زي. كيما المرة الاخرى بالضبط. قانون. فما قانون في اللغة. وانا ما نعرضش القانون. يلا سلمى. لا يونس عاد انت معك. هكا ولا يونس. شبيك رحمة من غش. ولا لا مش متغشة ولي. شبيك. حد شيء. يلا يونس حاضر. حاضر. 30 ثانية يونس تتشاور انت ورحمة تعطيني الجواب نهائي قبل ما يفوت توقيت. سؤال يقول انا هو الفيلم اللي من بطولة براد بيت من بين الافلام هذوما الاقتراحات. بوبي دارجيل رابر ولا فايت كلوب. يونس ما عنديش تسمع فيا من احلى الافلام اللي انا مغرومه بهم هو فايت كلوب. فايت كلوب براد بيت هو هو كتاب وفيلم زوس فما من احلى الافلام تاع براد بيت. فايت كلوب. 5 4 3 يونس. فايت كلوب. بوبي دارجيل فيلم تونسي ما نجمش يكون فيه. بوبي دارجيل فيلم تونسي الهند صبري دونك ما نجمش يكون بين رابر وفايت كلوب. اختارت رحمة فايت كلوب وانت كيف كيف ايدتها يا يونس وما نجم كان نقول لك برافو جواب صحيح. برافو. نقطة. ان شاء الله وليد نهار نهارات نخرج تونس
يقدر يعني على الكاشي بتاع براد بيت. لا هو كان نجيبه براد بيت يعمل فيلم. كيفاش هي مونيكا بيلوتشي مثلت في فيلم كوثر بن هنية الاخراني الرجل الذي بيع ظهره. ما براد بيت الكاشي انا طوى باش نعمل قاعد انا ودليل نهدي نخمو زوز مونجين الكاشي تخدمو 40 سنة انا نخمم والله بين براد بيت والباتشين ونحب لهم ثلاثة في مخي هكا نحب تيزي يا رحمة وربي علاش ليه يا ولدي تعرفش عليها ان شاء الله ما تعرفش عليها فما كل مرة اللي تقرا في المستقبل قالك تونس باش تولي كي دبي يولي براد بيت يجي مثل هوني احنا تو كي دو كاو مازلت البي دو نستناو البي يقوم خبره عاوتي يلا نقطة ليونس صفر من النقاط للعروسة دبر راسك تحمل مسؤولية كأريج سؤال الأولوية مرة أخرى سؤال يقول شنو يتسمى الإقليم اللي فيه ولاية الكيف جندوبة وبيجة وسليانة كجيبي شمال الغربي شمال الغربي عطي تجاوب لوليني غلط لا كجيبي الشمال الغربي ايش كجيبي هي الشمال الغربي قل لي الشمال الغربي مو خليني نكمل جملتي لا لا الشمال الغربي صحيح كجيبي انا ما نعتبرها غلطة الشمال الغربي اي انا قلت لك شمال الغربي نقول اقليم كجيبي الشمال الغربي عليك تحب تتحديني تو انت مو نعطيه هكا وهكا لا اسمه الغربي. اقليم الشمال الغربي وانت منه تحمل مسؤوليتك انا بالكيف صحيح تحيه لاهالينا في الشمال الغربي الكل وين يسمعوا فينا برد يقتل غادي كل صحه اليوم صحه اليوم دنيا دنيا راه فما توريزم غاديك راه عبيد طايره والله العظيم كاو ولا غالب الله غالب تقتل بيجا الله غالب ممنوع كل شيء ممنوع تقتل لك بيجا اريش يلا فرصه يا عروسه نعم يا عروسة حذر لي روحك 30 ثانية باش تعدل النتيجة السؤال يقول منزل بورقيبة تسميت قبل فيريفيل علاش نسبة لشنو الاقتراحات نسبة للسوق الأسبوعية فيري نسبة لوزير فرنسي اسمه جول فيري وإلا نسبة للعبة المشهورة في المنطقة هذيك يا سلمى نعم أنت تعرف الإجابة لا أنا نقول نسبة للوزير الفرنسي اسمه جول فيري تبعني جول فيري تبعك العب يلا جاوب نهائي جاوب نهائي جاوب نهائي سلمى تبعها أي جاوب نهائي منزل بورقيبة تسميت قبل فيري فيل نسبة لوزير فرنسي اسمه جول فيري جواب صحيح حتى حبيب بورقيبة مع تونس العاصمة كان قبل جول فيري جول فيري صحيح بعد ردوا حبيب بورقيبة يلا للنقطة التعادل واحد واحد رحمة ريج ولأول مرة لأول مرة إلا فالو شوية عقابات باش الأمور تشد بلايصة تريبيا يلا حاضرين سؤال الأولوية سؤال اللي بشوف المباراة بين يونس وسلمى سؤال يقول منين نستخرجوا القطن من النبات لا عملت لي كيكه ضحيت لي قبيله من النبات جو صحيح برافو برافو رحمه يلا يونس يا يونس حاضر يونس حاضر يونس 30 ثانية يونس يفصلوك على ال 600 دينار تتشاور انت ورحمة تعطيني الجواب النهائي قبل ما يوفى التوقيت سؤال يقول وين موجود أقدم مطعم في العالم من عام 1725 الاقتراحات مدريد نابولي وإلا أثينا يا يونس مغروم بالريستورانات ولا ليه؟ أنا عندي المعلومة حب نتأكد معك أنت أنا نعرف اللي هو في إسبانيا في إسبانيا صحيح في مدريد في مدريد في مدريد يلا في يلا سي بون آخر قرار مدام أكد لي سي بون أي مدريد يلا العب يلا إسبانيا في مدريد في مدريد عاصمة إسبانيا يا يونس هو ثقافتك في الأكل ممتاز هو توا 600 ذوما باش يقص بهم تذكرة ماشي لإسبانيا قالك عندي الفكرة عندي الفكرة مي نعرف في إسبانيا مي
أقدم مطعم في العالم من عام 1700 تو يخدم هذا؟ ها؟ ما كلته بنينة بربي؟ شنو هي بنينة؟ البايلة والجو يا واد. شيف لوليني اللي خدم فيه بربي قول لنا للفريق التقني شوفوا لنا اسمه بالضبط المطعم. اي شوفوا لنا السيد المعدة شوفوا لنا اسم بربي المطعم. اسم بربي المطعم. اسم المطعم شوفوه لنا. إسبانيا. وين موجود أقدم مطعم في العالم من عام 1725 بين مدريد نابولي وأثينا في مدريد؟ شو اسمه؟ عودوا لي اسمه. سوبرينو دي بوتين في روسيا ذي ولا في إسبانيا؟ جواب صحيح في مدريد. مبروك عليك يا يونس. 600 دينار كاش من إهداء اتصالات تونس. مبروك عليك يونس. مبروك يونس. هاي يونس علاش كنت حاب تسلم؟ هاي سلم عليكم. سلم على أصحابي على عائلتي على مرتي على بابا وأمي وصغاري ويا نفسكم. وإحنا نسلم عليك برشا يا يونس. مبروك عليك سلمة. مبروك عليك أنت زادة بوند أشا قيمته 100 دينار يشري وحويجة في الزهير هكا. يشري وحويجه وتكمل تربح يعني الكهرباء تولي وقتها تدخل قال اخر ها على بزوماني. صحيح. مبروك عليك يا سلمى. بوند شقي 100 دينار من هدية اتصالات تونس. هاي علاش كنت حاب تسلم سلمى؟ نسلم على عائلتي ونسلم على خطيبي وعليكم انتم. واحنا نسلموا عليك برشا. مبروك عليك البوند اشا من نادي اتصالات تونس. الفايزين معنا في ديجيتال في الويكاند نهار الجمعه 14 جانفي اكرم الشابي من تونس، نهار السبت 15 جانفي انيس بن طالب من نابل، نهار الاحد 16 جانفي فاتن كنزاري من بنعروس. مبروك عليكم الكل. 600 دينار كاش من نادي اتصالات تونس. رحمه زغلي من نهدي القيدومه. ميرسي بوكو نورتني اليوم إريج حمروني. ميرسي بوكو نورتني زادة كيف كيف اليوم. تحية كبيرة لزهرة ودرة عيت في الإعداد. تحية كبيرة ليكم على التعب ونعرف نتعبكم معايا شوية مش برشا. ميرسي بوكو فريق اف ام تي في الكل. إيمان وإم سفيان تحية ليكم زادة كيف كيف. عزة تواتي المايسترو ميرسي بوكو يعطيك الصحة. نتلاقاو إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت نهار الخميس ما فماش العبيالة فما سبيسيال سبور إن شاء الله مربوحة لتونس. باي باي ناس كل.